وخلال لقاء خاص مع التلفزيون المصري، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة تاريخية لتحديث القانون الحالي الذي يعود لعام 1950 ويستجيب لمطالب ملحة بضرورة مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان. المشروع هيمس كل فئات الشعب المصري طبقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن القانون فيه كم نقطة مميزة، يعني أنا من وجهة نظري يكفي القانون القضاء على ظاهرة تشابه الأسماء اللي يعني كانت بتمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للكثير من المصريين، والزمت مأمور الضبط بتسجيل الرقم القومي، ودي ان شاء الله هتبقى احدى المشكلات الكبيره اللي تم التغلب عليها من خلال التعديلات الجديده اللي طرقت على مشروع قانون الاجراءات الجنائيه. احنا بنتكلم على اكتر من 65 تعديل تم تعديلهم داخل اللجنه، كتير جدا من التعديلات التي كان كثير من الساده المهتمين بهذا القانون بمجال عام من المجتمع المدني ومن كافه الجهات السياسيه تم تعديلها بالفعل داخل اروقه اللجنه التشريعيه. يتبقى بعض وجهات النظر اللي هنطرحها داخل اللجنه العامه، واعتقد انه المشهد في التاني في المناقشات، بنتكلم على القانون 3 أيام لمناقشته من حيث المبدا، هياخد وقته في دراسه القانون، ده ضمانه كبيره ان احنا نطلع قانون على افضل ما يكون يتناسب مع طموحات الشعب المصري وطموحات كل الفئات المتعلقه والمتعامله فيه. الحقيقه هو مشروع متكامل، في مميزات كثيره جدا لتامين المواطن المصري، وانا هقول حاجتين. يمكن كان مشكلة الحبس الاحتياطي الحقيقة ومدده كانت بتواجه ناس كتير قوي، خفضنا من مدد الحبس الاحتياطي سواء في الجنح أو في الجنايات، وحطينا مدة نهائية سنتين لا يزيد الحبس الاحتياطي عن سنتين. أيضا حللنا مشكلة تشابه الأسماء، ناس في الكمائن كان ممكن تحجز لسبب تشابه اسمها مع اسم آخر أو هو مسافر، حلينا هذه المشكلة في هذا القانون. القانون الجديد يعني أتى بمبادئ جديدة تحمي حقوق الإنسان وحريات الإنسان المصري مواكبة لما يحدث في الدول العالم أجمع في هذه الحالة. التطوير اللي هيتم في البنية الفوقية ده يتم بشراكة مصرية هولندية، أعتقد أنه هيكون نقلة طيبة وجيدة جدا لميناء الأسكندرية، وأعتقد أن احنا هيبقى عندنا اتفاقيات أخرى على نفس النهج. اعتقاد الشخصي أن ده بيضيف للموازنة العامة، احنا عندنا تأجير سعر المتر المربع في الاتفاقية دي 10 دولار سنويا بعد ما كان مهمل وما كانش في موارد منه، خاصة ان الموارد بالعملة الصعبة، وهو ده المخطط القادم لمصر الجديدة او للجمهورية الجديدة، ان يبقى عندنا تنوع في مصادر الدخل ويبقى عندنا دخل مستمر من العملات الاجنبية لمواجهة اي ازمات اقتصادية قادمة.